سلمى هانم، احنا مستعدين ندفع السعر اللي سيادتك تطلبيه في اللوحة. الشيخ جاسر الشويري مديني كل الصلاحيات علشان اتفاوض معاكي لحد ما نوصل لاتفاق. مين قالك انه اللوحة للبيع؟ يا مسيو منصور مدري شو اسمك، بعدين هلا بعدني مش جاي اللوحة، ليه بدي بيعها؟ ببساطة جدا ان حضرتك مش هتلاقي زبون زي الشيخ جاسر يدفع الثمن اللي حضرتك هتطلبيه. زبون؟ ليه محسسني عم تحكي مع سمسار؟ Whatever he offers you, I will pay double. ايه ده؟ انت مين وبتعمل ايه وبتتدخل في الكونفرزيشن بتاعتنا ليه؟ تسمحي لي اقدم نفسي؟ انا اسمي عمر هداية. I'm an Egyptian German businessman and I'm really sorry that I couldn't get an appointment with you before. بس اللوحة اللي حضرتك اشتريتيها النهارده مهمة قوي عندي، وأنا مستعد أدفع لك أي ثمن. ولما اللوحة هالقد مهمة بالنسبة لإلك، ليه ما اشتريتها بالمزيد؟ للأسف حصل ظروف out of my hands، بس غير كده ما كنتش هسيب اللوحة دي لأي حد. أنا مش فاهم أنت إزاي to intrude between two people بيتكلموا في بيزنس. هي أنت وهي وعشان تتخانقوا، مين أنتوا أصلاً؟ بتأسف إلكم إنه المزيد خلص واللوحة مش للبيع. بالإذن مدام سلمى، أنا آسف جداً بس أنا محتاج 5 دقايق بس. And I'm very sure you will change your mind. ومين قال لسيادتك إن أنا ما أقدرش أغير رأيها في 2 دقيقة بس؟ هي أنت وياه، قلت لكم مليون مرة اللوحة مش للبيع، أوكي؟ وبعدين إذا كل واحد فيكم عنده مبرراته ليشتري اللوحة، كان أولى تشتروها من المزيد وبالطرق الشرعية، بينما اللي عم تعملوه هلأ مهين لإلي. بالإذن.